في سنة 1760 حصلت الثورة الصناعية في أوروبا، اخترعنا الموتور واستخدمنا الكهرباء والتطور الصناعي دخل حياتنا. بعد 400 سنة بس من الثورة الصناعية وصلنا الفضاء وقاع البحر وشفنا الثقوب السوداء بضخامتها وصورنا تفاعلات الجزيئات في فيمتو ثانية. عملنا كل ده في 400 سنة بس، طب هنعمل ايه بعد 4000 سنة؟ لك أن تتخيل. بعد كل مجهوداتنا في فهم الكون وتتبع ماضيه وتوقع مستقبله ودراسة حاضر الكون والأكوان الموازية، خرج علينا مجموعة من العلماء يقولوا لنا ستوب يا جماعة، اللي انتوا غرقانين في دراسته ده مش كون أساسا، ده احتمال يطلع نموذج محاكاة، ماتريكس يعني، حلم زي فيلم انسبشن كده. انت متأكد من الكلام ده يا بروفيسور؟ يرد عليك البروفيسور يقول لك احتمالية اننا عايشين محاكاة هي أكتر شوية من 50%. محاكاة؟ آه محاكاة. في سنة 1964 عالم الفلك الروسي نيكولاي كارتشوف عمل مقياس لكل حضارة بناء على كمية الطاقة اللي بتستخدمها، وقال ان لو في اي حضارات غيرنا في الكون فهي بتتقسم لأربع مستويات. المستوى الاول الحضارة الكوكبية اللي بتقدر تتحكم في كل طاقات كوكب كامل وطاقتها 10^16 وات، يعني 10 قدامها 16 صفر. حضارات المستوى الثاني هي حضارة تقدر تمتص طاقة نجم وتستخدم النجم كله كبطارية ومصدر طاقة، ودي تقدر تنتج طاقة 10^26 وات. حضارات المستوى الثاني لو هي حقيقية فهي تقدر تتحكم في النجوم وتستخدمها كأدوات إرسال كمان. في 2015 ناسا اكتشفت نجم، هحط لكم اسمه على الشاشة عشان مش عارف أقرأ بصراحة. هضوء النجم ده فضل ينخفض لحد ما انخفضت طاقته بنسبة 20%، وده ما بيحصلش بسرعة كده لأسباب طبيعية. أحد التفسيرات كانت احتمالية وجود حضارة تقدر تمتص طاقته. نفس التفسير ده اتقدم لما اكتشفنا البلسارز، النجوم الطارقة، إلا إن نبضاتها المنتظمة مش صدفة، وممكن تكون شفرات بتبعتها حضارة من المستوى التاني. أما حضارات المستوى التالت تقدر تتحكم في طاقة مجرة كاملة، ودي طاقتها بتوصل ل10^36 وات. طب إحنا فين بقى؟ احنا كبشر موجودين فين على المقياس ده؟ الاجابة الطبيعية انك هتقول اننا في اقل مستوى حضارة من المستوى الاول، بس هفكرك بحاجة، حضارات المستوى الاول بتتحكم في طاقة كوكب كامل، وانت لحد النهاردة ما عندكش وصول لكل طاقات كوكبك، فاحنا حتى مش في المستوى الاول في تقييم الحضارات. عالم الفلك الامريكي كارل ساجان قال ان البشر يمكن تقييمهم ب70% من قوة حضارات المستوى الاول، اما العالم الياباني في الفيزياء النظرية ميتشو كاكو قال ان حضارة البشر قدامها تقريبا 300 سنة من التطور علشان تقدر توصل بس للمستوى الاول، ومن 3000 ل9000 سنة من الحضارة علشان نوصل للمستوى التاني او الحضارة النجمية، وعلى الاقل 100000 سنة علشان نوصل للمستوى التالت او الحضارة المجرية. خلينا نرجع لأول نقطة في حلقتنا، احنا خلال 400 سنة من الثورة الصناعية وصلنا ل70% من المستوى الأول. طب ماذا لو كانت الثورة الصناعية والتكنولوجيا بدأت من 4000 سنة مثلا؟ الحضارة الفرعونية كانت حاضرة من 7000 سنة وكانوا بيقدروا يستخدموا الأهرامات لتوليد طاقة كهربية. سنة 1994 صدر كتاب أليرنتيف للباحث دينيس لي، واتكلم عن أن الطاقة الكهربية في الأصل هي اختراع مصري، وإن الأهرامات دي كانت محطات طاقة بتقدر تجمع طاقة من قلب الأرض جوه الهرم. ده الكلام ده من 7000 سنة، يعني على مقياس كارتشوف لو كان الفراعنة استمروا في التطور لحد النهاردة كان ممكن يبقى عندنا دلوقتي حضارة تقدر تتحكم في الشمس. طب ليه الفراعنة مثلا ما استمروش في التقدم لحد النهاردة؟ لأننا من بعد الفراعنة بدأنا من الصفر، ومن بعد الديناصورات بدأنا من الصفر، ومن بعد الطوفان بدأنا من الصفر. رغم ان فرضية كارتشوف هي فرضية نظرية، الا ان مؤلف الخيال ده قال ان حتى لو كانت الثلاث مستويات دي حقيقية من المستحيل اننا نلاقي حضارات من المستوى الرابع تقدر تتحكم في طاقة الكون كله، لان احنا هنا بنتكلم عن مستوى الهي مش مجرد حضارة. احنا هنا بنتكلم عن حضارة تقدر تسخر طاقات كون، مش كده وبس، دي حضارة تقدر تصنع كون. الحقيقة ان البشر ما استعمروش الارض من 4000 سنة بس، ولا حتى من 7000 سنة. أقدم حفرية اكتشفناها قالت إن البشر كانوا موجودين على الأرض من 120000 سنة. لو كنا بدأنا التعلم والتطور من 120000 سنة كنا هنبقى النهاردة حضارة من المستوى الثالث، لكن إحنا دايماً كان بيحصل لنا أحداث تخلينا نبدأ من الصفر. ساعات بتبقى حاجات أكبر مننا، نيزك مثلاً يقع علينا يحصل بسببه انقراض تام، أو طوفان، قارة بحالها تغرق، مدن يتخسف بيها الأرض،
وساعات بنخسر كل حاجة بإيدينا وبحروبنا. لما علوم الأرض اتجمعت في مكتبة اسكندرية اتحرقت، لما بغداد كانت عاصمة المعرفة التتار حرقوا كل الكتب، ولما كانت روما هي عاصمة الثقافة جه نيرو وولع روما بحالها. والنهاردة لو حصلت حرب عالمية ثالثة وخسرنا الإنترنت، إحنا ببساطة هنبدأ رحلتنا كلها من الأول، علشان عملنا فورمات قبل ما نعمل باك اب. إحنا ما خدناش فرصتنا إننا نتطور كحضارة من 120 ألف سنة بشكل مستمر لحد النهاردة. ما أقدرش أحكم إن كان ده سوء حظ ولا غباء من البشر، ولا إحنا عايشين محاكاة ولينا حدود ما ينفعش نتخطاها. الحقيقة إن فرضية المحاكاة هي الموضة الجديدة في الفيزياء النظرية، إنه أثناء رحلتنا لفهم الكون بدأت تظهر اعتقادات إن الكون ده كله ماتريكس، محاكاة كمبيوتر وإحنا عايشين جواها. الفكرة قديمة من قبل الميلاد، أفلاطون كان بيقول إن كل حاجة بنعملها هي بعيدة عن الحقيقة ثلاث خطوات. يعني مثلا لما بترسم شجرة أنت مش بترسم الحقيقة، أنت بترسم اللي عينك شايفاه، واللي عينك شايفاه برضه مش هو الحقيقة، لكن عينك شايفة النور اللي واصل ليها. الطيف اللي بتشوفه عينيك نفسه هو جزء بسيط من أطياف الضوء اللي مش بنشوفها. فحقيقة إن الواقع يختلف تماما عن تصورنا للواقع. ريني ديكارت عالم الرياضيات نشر كتاب من 1000 سنة بيقول إن الكون حوالينا مش حقيقي، وإن حواسنا الخمسة بتخدعنا، ودي كانت بداية منهج التشكيك الفلسفي اللي بيقول إننا لازم نشك في كل حاجة حوالينا لحد ما نتأكد إنها حقيقية. ومن هنا جه مبدأ أنا أشك إذن أنا موجود. ديكارت كان بيقول إن لازم طول الوقت نتأكد إننا مش بنحلم، ودي نفس الفكرة في فرضية حلم الفراشة لحكيم صيني اسمه جوانغزي. قال في كتاباته: أنا في يوم حلمت إني فراشة، جوه الحلم أنا كنت عارف إني إنسان بس بحلم إني فراشة. بعد ما صحيت من الحلم كان لازم أفهم الحدود بين الحلم والحقيقة، إزاي أتأكد دلوقتي إني مش فراشة بتحلم إنها إنسان. طبعا تسلم إيد اللي فيه السجارة وكل حاجة، بس الراجل طرح فكرة مهمة، وهي إنه ساعات ما بنعرفش الاختلافات بين الحلم والحقيقة. فلو إحنا في محاكاة فعلا يستحيل نلاحظ ده، ودي بالظبط فكرة فيلم إنسبشن بالمناسبة، إننا طول الفيلم مش قادرين نفرق بين الحقيقة والخيال. تطورت الفرضية الغريبة دي عبر التاريخ، وظهرت فروعها في حضارة المايا أو الفلسفات الهندية والحضارات الشرقية، لحد ما تم تقديمها في سنة 2003 بواسطة العالم السويدي نيك بوستروم من جامعة أكسفورد. الراجل ده شغلته إنه يتوقع تطور التكنولوجيا في المستقبل، وبيقول إن إمكانيات الكمبيوترات اتطورت بشكل مرعب في سنوات قليلة، فلو استمرت بنفس التطور هتقدر تصنع محاكاة لعالم كامل، ويدخل البشر جواها ما يقدروش يفرقوا بين الحقيقة والمحاكاة، حاجة كده زي الميتافيرس بعد ما تتطور في المستقبل. فالراجل فرضيته تبدو منطقية جدا، وإحنا سعداء الحظ إننا بنحضر أول خطوات المحاكاة دي في اليومين دول. إحدى حلقات مسلسل بلاك ميرور قدمت ناس عايشين جوا محاكاة لعبة وفضلوا يعيشوا فيها للأبد وتبقى دي حياتهم. النظرية الكاملة لنيك بوستروم بتقول إن بحلول سنة 2075 هتبقى إمكانيات الذكاء الصناعي شديدة التطور لدرجة إنها هتقدر تدمر البشر، وهيقوم البشر المستقبليين بعمل محاكاة للكون وتحطنا فيها، وهنبقى مش قادرين نميز بين الحقيقة والماتريكس. لحد دلوقتي احنا بنتعامل مع الفرضية دي انها كلام اهبل، بس مثلا في 21 ديسمبر 2020 يطلع ايلون ماسك يقول ان مع التطور المستمر لصناعة الالعاب والبرمجيات فمن المؤكد ان المبرمجين هيقدروا يعملوا محاكاة للكون، ولو كنا في محاكاة شديدة الدقة فمش هنقدر نميز بين المحاكاة والحقيقة. على فكرة من المرجح اننا بنعيش في محاكاة اصلا دلوقتي. يطلع بعدها العالم الفيزيائي الشهير نيل تايسون يقول انه في احتمالية اننا بنعيش في محاكاة هي اكبر من 50%، لانه مفيش حاجة في ايدينا تثبت ان العالم اللي حوالينا حقيقي. جنان صح؟ طب خد عندك بقى العالم النووي سيلس بيني من جامعة واشنطن بيقول انه احد الظواهر اللي تخلينا نؤيد فكرة اننا في محاكاة مصنوعة هي ان الكون كله بيمشي وفق قوانين رياضية منتظمة. سيلس بيقول انه في مجال عمله العلماء بالفعل بيصنعوا نماذج محاكاة لمراقبة حركة الجسيمات الذرية، يعني عينينا مش بتعرف تشوف كل حاجة، وودنا مش بتعرف تسمع كل حاجة، حتى جلدنا مش مؤهل انه يحس بكل حاجة، وعقلنا اسير كل المدخلات دي وبيصدق بس اللي بيعرف يشوفه ويسمعه ويحس بيه. فهل احنا فعلا ممكن نكون عايشين مجرد محاكاة، أو دي مفرجة من الحقيقة؟ لك أن تتخيل.